شخص لآخر. في ناس تحب تبدأ يومها بفنجان قهوة مع كتاب مفيد، وفي ناس تبدأ يومها بفطور لذيذ، وفي ناس أول ما تصحى تفتح على طول على السوشيال ميديا، وفي ناس أهم شيء عندهم الرياضة. الناس مهما اختلفت بدايتهم لليوم، في كلمة واحدة يتفقون عليه: صباح الخير. صباح النور. صباح الورد. صباح الخير. صباح النور. مو صباح الخير وبس، صباح الخير يا عرب. صباح الخير يا عرب، من الأحد إلى الخميس في هذه الأوقات على MBC 1.